لا الجلسات اجلت عاوتاني حتى لو 20 حتى لو 25 في شهر 3 و نظرا للاعداد الدفاع باقي ما وجدش وخصهم لان احد المتهمين باقي المحامي ديالو عاد غادي يشوف عاد يطلع على الملف كما يجب. المحامي الاول انسحب ودابا كينوب عليه واحد المحامي اخر اللي عاد غادي يشوف الدوسي ويعرف شنو فيه باش عاد داكشي علاش اجلوا الجلسه. هو اللي طلب اعداد الدفاع المحامي الثاني هو اللي طلب اعداد الدفاع لان خاصو يبشر المسائل. انا دائما عايشه بحال اللي انا ما متبوتاليش الهويه ديالي، انا براسي انا اكس بن اكس من هذه الناحيه هذه، لان ما عرفاش راسي واش ولدي مات ولا ما ماتش، واش مقتول ولا مدفون ولا محروق ولا مقطع ولا تحت الارض ولا فوق الارض ولا هذوك حوايجو ولا هذوك ماشي حوايجو، المهم انا ما عارفه والو. يعطوني الحقيقه ديال ولدي، هذا هو باش كنطالب. انا ما كنطالب حتى بشي حاجه غير ما نظلم حد. اختي المسامحه انا تنقول لك ماشي وقتها دابا، ماشي وقتها دابا، ما يمكنليش نهضر فيها باش نقول لا ايه ولا لا. مسامحه خصني بعدا نشوف، هاني قلت لك تبتوا لي الهويه ديالي، نعرف راسي انا مد داك الدري وداك الدري ولدي ونعرف شنو وقع له. ما حدي ما عرفتش، انا لا بالعكس هذا الظلم في حقي، هذا راه الظلم كيتمارس عليا. المهم السيد المحامي اقترح زعما الصلح وهذا، ولكن انا ما عنديش ما نهضرش في هذا الموضوع هذا نهائيا، دابا ما نهضرش فيه، مازال ما عرفتش علاش غيكون الصلح. نشوفوا بعد الحجم ديال المساله شنو هي، وعاد يكون فيها الصلح ولا ما يكونش الصلح. إلا تبت شي حاجة اللي خايبة فين غيكون الصلح، ولا تبتت شي حاجة معوطة المود ديال سيدي ربي ما غنهربوش منها. غادي نبقى مستمرة الآخر، ماشي هادي 12 عام 13 عام دابا هادي علين 13 عام راهو أنا كنناضل في هاد باش نعرف الحقيقة، واخا تبقى يعني تنتمنى من الله تعالى باش ما يتغمضوليش عيني حتى نعرف الحقيقة شنو هي. والا الى 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 مشات الروح راه كاين وليداتي، انتوما كاين انتوما تيقلبوا على الحقيقه ديال خاهم. حقيقه انا كنطلب الحقيقه، يعطوني شي حاجه شنو وقع لولدي، غير يجوني الصراحه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.